مرحبا بكم. احنا الان في صدد تحضير الموسم الجديد اللي هو الموسم 10 اللي غيكون موسم سبيسيال فيه بزاف ديال المفاجآت، بزاف ديال الجديد. كاين فقرات جديده اللي ضفناها على البرنامج، كاين ايضا وجوه جديده اللي غنشوفوهم في الكوميديا، وكاين جداد اللي التحقوا بنا، وكاين ايضا ضيوف جداد، ضيوف من العيار الثقيل اللي غيكونوا حاضرين معنا في هذا الموسم هذا ان شاء الله، ضيوف من المغرب وايضا خارج المغرب. السر وراء نجاح البرنامج هو العمل. اولا انا كنامن بانه العمل ولو سيريو، يعني انا كيشوفوا الناس واحد الصوره ديال رشيد كيضحك بزاف في التلفازه وهذا، ولكن وراء هذا الضحك هذا كاين بزاف ديال الخدمه، بزاف ديال لو سيريو. وكيف شفتوا معنا الطاقم كله متجند باش نقدموا منتوج اعلامي اللي كيرقى لتطلعات المشاهدين، وحنا دائما كنحاولوا نكونوا ايضا متجددين. فاللي خلى البرنامج يستمر 10 سنوات هو اننا دائما كنا كنحاولوا اننا نجددوا، واننا دائما نعطيو دم جديد واضافات جديده في كل موسم. لاحظتوا دابا هذا ديكور جديد ديال الموسم الجديد اللي بديناه العام اللي فات، وهذا العام ان شاء الله في هذا الموسم العاشر قررنا اننا نديروا حله جديده ايضا على مستوى الفقرات وايضا على مستوى الوجوه اللي غتكون حاضره معنا. انا هذا السؤال ديال الاشاعات بغيت نسولو لكم نتوما، لانه بعض المرات كيكونوا المنابر اللي كتحط اشاعه، ولكن فاش كنسول ما كيعطيونيش المصدر، وهذه القضيه كتضرني صراحه. انا من الحوايج اللي كيقلقوني هو انه واحد اللي كتب الاشاعه خصو يتاكد من عند المصدر ديالها. شكون المصدر؟ يعيطوا لي انا تليفوني كنجاوب على الصحافه كاملين، زملاء كاملين كيتواصلوا معايا كنعطيهم الخبر. فملي تكتب خبر توقف البرنامج كنظن بانه يمكن كل هدف مور داك الشيء، واش البحث على البوز ولا الكليك ولا هذا. ما انا كنقول زعما باش نكونوا مهنيين خاصنا نتاكدوا دائما من المصدر. فالاشاعات اللي كتنشر بعض الاحيان كتكون في صالح البرنامج، لانه كتروج لنا اكثر البرنامج. الحمد لله البرنامج مازال مستمر ونهار. انا تنقولها باش حيت كل عام تتكتب نفس الخبر، تتكتب نفس العنوان بنفس الطريقه، كيديروا لها كوبي كولي. ان شاء الله نهار نبغي نوقف البرنامج ولا يتوقف البرنامج، انا اول واحد غادي نعلن عليه، وغادي نعلن عليه في هذا البلاطو هذا، نقول لهم السلام عليكم، اليوم كنقول البرنامج توقف ولا سالا ولا غندوزو لحاجه اخرى. فما يمكنش واحد اخر يقولها في بلاصتي. هذا الشيء اللي كاين. شوف انا بالنسبه ليا كاين شي فنانين اللي قالوا بانه رفضوا دعوه البرنامج، وهذو ما عمري اتصلت بهم انا للامانه، زعما وحشمت منهم. مثلا نقول زعما شكون اللي اتصل بك باش ترفض انت دعوه البرنامج؟ انا ما عيطتش لك. كاين شي فنان قال لك انا رفضت دعوه البرنامج، ما عيطتش ليه. الا كان عيط لي شي حد ما في خباريش الله اعلم. البرنامج جاو ليه فنانين كبار، جا ليه قاد المالح، جا ليه بدر هاري، جا ليه ماهر زين، جا ليه جمال الدبوس، جات لي نجاة عتابو، جا لي الشاب خالد. هادو راه نجوم كبار. اللي رفض انه يحضر البرنامج راه مشكل ديالو ماشي مشكل ديالي، لان البرنامج الحمد لله نجح وتحقق نسب مشاهده كبيره. فبالعكس واللي ما بغاش يجي زعما كنحترم الراي ديالو. انا البرنامج ما وقفش على فنان على اسم، دوز اكثر من 300 واحد، كاين ولا ما كايناش؟ شكرا. سعيد، اولا سعيد بانني نكون مرشح لهذه الجائزه هذه ديال احسن اعلامي في العالم العربي، فهذا تشريف وايضا تكليف باش دائما ان شاء الله نخدمه ونقدمه منتوج اللي رقى لمستوى تطلعات الجمهور المغربي.
علاش ما شفتونيش قطر؟ حيت انا هنا، حيت انا كنصور دابا. للاسف انا كنت بغيت نمشي ولكن ظروف العمل هي اللي خلاتني ما نقدرش نمشي. نتمنى ان شاء الله كل توفيق للمنتخب المغربي. انا كنحاول نتبعهم. وواحد القضيه، المعلومه نقولها لكم، حنا تصوير دوزام والليكيب ديال دوزام مشكورين، حاولوا انهم الايام ديال اللي كيلعب فيهم المنتخب ما يبرمجوش لنا التصوير، فقالوا لنا فاش كل لاعب المنتخب ما غنصوروش ذاك النهار. هذه بعدا حاجه زوينه، تنتفرج من داري الحمد لله، وديما مغرب ديما مغرب. الله يعاونكم الدراري، قلوبنا معكم ان شاء الله، وان شاء الله يوصلوا لمستويات كبيره في كاس العالم. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.